جونيور امباي يحاول جونيور امباي جونيور امباي يسدد وجول الهدف الاول من دقيقة 8 الهدف الاول عن طريق جونيور امباي بكرة جميلة مباغتة تمر على يمين الحارس علي كاظم قطفان بعد ان سدد في شباك نفط البصرة وفي شباك نفط ميسان وفي شباك الشرطة وهدفين في شباك الديوانية يسجل هدف الشخص السادس بالدقيقة 8 من عمر المباراة اللاعب جونيور امباي جونيور امباي يسجل هدف الشخصي السادس هذا الموسم بعد ان سجل في شباك نفط البصرة ونفط ميسان والشرطة والديوانية هدفين كرة جميلة بدينا نشوف اهداف حلوة هدف جوزيف البارحة في شباك نادي الزوراء هدف كان رائع لعب الكاميروني لعبه ميناء كرة عالية داخل منطقة راشي الله 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 جول للميناء عن طريق جونيور امباي الكاميروني هدف أول لصالح فريق نادي الميناء يسجل هذا اللاعب جونيور امباي في وقت متقدم دقيقة 11 هدف أول لصالح فريق نادي الميناء كرة جميلة استلمها داخل منطقة الجزاء تعامل معها بكل ذكاء ورأسية داخل شباك الفريق الديواني وبالتالي يتقدم الميناء بهدف واحد رأسية وبالتالي على يمين الحارس المهدي هاشم حارس مرمى فريق الديواني عاد مرة أخرى بأكثر من زاوية يعني كرة من حسام مالك على طبق من ذهب على رأس جونيور امباي الكاميروني سالم احمد سالم امباي والهدف الاول هدف التقليص بالدقيقه 60 من عمر المباراه امباي جونيور امباي يسجل هدف الشخص الثالث وهدف التقليص بالدقيقه 60 من عمر المباراه جونيور امباي يقلص النتيجه بالدقيقه 60 من عمر المباراه لاحت لهم فرص وكادوا ان يصيبون المرمى على دفعتين ولكن هذه المرة يقلصون النتيجة بالدقيقة 60 من عمر المباراة شوف الكرة هات وخذ بينه وبين سالم أحمد هيأ له الكرة وبنفس طريقة تسجيل هدف الثالث للاعب مراد محمد يسجل جونيور إمباي هدف الشخص الثالث هذا الموسم كرة فيها التمرير حسين يونس كرة عرضية ثاني جول ثاني للسفانة مرة أخرى يظهر الموج الأزرق بالألوان البيضاء من خلال هذا اللقاء جونيور امباي يسجل هدف ثاني لمصلحة الميناء جول Joanna. Ay, ay, ay. Hey. How you gonna play me like Drogba, ho? Drogba, ho? How you gonna do me like Drogba, ho? Drogba, ho? Oh, 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 DJ Drogba, ho? Drogba, ho? Hey, DJ Drogba, ho? Drogba, ho? خلص حلوة تخلص عرضية ولك الله 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 جول ثاني للسفانة سجل نفس اللاعب جونيور امباي حلوة يا الكاميروني وأحلى لحسين يونس الهدف اللي صنعه حسين يونس هدف جميل محاولة تخلص من الدفاع ومرر كرة عرضية داخل الشباك وبالتالي السفانة الميناء يتقدم
بالهدف الثاني عن طريق هذا اللاعب. حلوة لجونيور مباي اللي عزز تقدمه وبهدف ثاني كرة شاهد يعني هجمة جميلة منسقة، وحسين يونس تلاعب بالدفاع وتخلص ومرر كرة ذكية داخل منطقة الجزاء وبكل ذكاء المحتمل. أقرب إلى أحمد، كرة خطيرة عمار، جول 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 عمار عبد الحسين يصنع في أساس رائع هدف التعادل لفريق الميناء بالدقيقة 42 من عمر المباراة. الدقيقة 42 من عمر المباراة، جونيور إمباي يسجل هدف الشخص السابع وهدف التعادل لفريق الميناء. خطأ دفاعي قاتل وحركة لعب جميل. Joanna, why you do me just like that? I go give you all my loving, love me too, I love you back. Joanna, you be the man damn sugar, man damn sugar. Oh, hey, back baby, big package, hey. How do I manage? Hey, you gon' make me turn savage. Hey, body cause damage. Hey. Joanna. جيل بعيد تحاول توغل داخل منطقة الجزاء، كرة خطرة وجول الهدف. أخرى تبقى المحاولة أمامية، هجوم الآن للبديل، جول البديل حسين يونس مع أول